الاسره كلها خصها بعدا تنمو الاسره. حنا 17 سنه الى جبنا حنا الفاصل 173 175 راه كاين تزويج القصيرات. وفي تزويج القصيرات جاونا قصيرات تزوجوا طلقوا وبريمي بريمي يعني هذا جون في كي سون بريمي كتقول لك انا صافي ساليت حياتي انا تزوجات وطلقات وعندها الدراري وحيدوا صافي سالات. حنا ما بغيناش هادشي، بغينا بناتنا وشاباتنا يعيشوا حياتهم. وكنقولوا لا لانه تزويج القاصرات، سمحوا لي انتقد لانه كاين اختلافات في الموضوع. تزويج القاصرات هو اللي كيعطينا هذه الحالات ديال الطلاق، لان لا ميوختي ديال المارياج الى اي حد هاد الشابه ناضجه كي تتزوج وتحمل المسؤوليه وما تطلقش. ماده 20 حد ماده 20 21 22 كنشتغلوا على المواد تا هما في ايادي حره مع اختلاف الدنيا. كنشتغلوا على انه يكون في موضوع الاسره حد في هاد المواد. كاينه مجموعه ديال المواد اللي خصها تعديل. حنا تناولنا هذا بالحضانه، كاين في الائتلافات كنخدموا في الماده ديال زوج القصيرات، كاينه الماده 149 ديال الاقتصاد الممتلكات بين الازواج، كاينه مجموعه ديال المواضيع لن اطيل، ولكن نحن نعول عليكم لمساعدتنا كيف قالت المرأة التي تسقط عنها حضانتها، ثم المشاكل التي يتعرض لها الأطفال حين إلحاقهم بالأب. إتمادي استماع زول فلاون نصر أزداي، دكتور نصر أزداي، أستاذ جامعي في أستاذ جامعي المدرسة العليا للمهندسين. اللقاء ديالنا جمعية أيادي حرة كتخدم على بزاف ديال الميادين، منهم المرأة ومنهم الشباب. لأن يعني سبقنا درنا لقاءات على عزوف الشباب على السياسة، وكنخدموا أيضا على الهجرة من وإلى، أي الهجرة داخل المغرب والهجرة من الخارج، من المغرب للخارج للشتات. كنهتموا بزاف ديال المواضيع، وخاصة كنخدموا على واحد المجال اللي عنده علاقة بالتنمية البشرية. ولهذا التنمية البشرية كتجينا الفكرة أنه خص يكونوا الحقوق، يكونوا لي دروا اي لي دوفوار، يكونوا الحقوق. وكنركزوا على حقوق المرأة بصفة عامة، وخدمنا في هذا الإطار ديال في هذا المجال أو في هذا الإطار، خدمنا على حقوق المرأة المطلقة فيما يخص الحضانة ديال الوليدات. كنخدموا مع دول أخرى في هذا المشروع، الجزائر، تونس والى اخره، لان المشكله ديالنا تقريبا كيف كيف، واخا حنا المغرب عندنا مدونه الاسره، في الجزائر مدونه الاحوال الشخصيه، وفي جهات اخرين كاين الاطروحات متفرقه. ولكن اللي هو مهم عندنا هو ان عندنا واحد السيبسترا، او عندنا واحد البودقه ثقافيه تقريبا متساويه. ولهذا كنحاولوا من هذا الجانب اننا نخدموا على الحقوق بصفه عامه للمراه، وخاصه فادي على الحضانه ديال الطفيلات للنساء المطلقات. وارتئينا نديروا هذه الندوه الصحفيه باش نفهموا ونعرفوا بالمشروع ديالنا، المشروع اللي كنشاركوا فيه. وايضا كاين كتيب اللي كيعطي بعض الشهادات على النساء اللي عاشوا هذه المشاكل. وعندنا مشروع كبير في هذا الاطار، اننا غنديروا عمل ميداني، اننا كنظن العمل الميداني هو اللي غادي يعطينا الكثير اللي غادي نقدروا. لان احنا دابا في هذا الوقت في المغرب على جميع الاصعده كنخدموا في اطار ديال الاحساس والاقناع، لان خصنا نديروا التحسيس والاقناع. كنحسوا بهذه المشاكل اللي كتطرحوا النساء المرأة بصفة عامة، وكنحاولوا نقنعوا الرجل. وكما قلت قبيلة أن مجتمعنا في الأصل مجتمع آميسي، اللي هو كيتعايش الآن مع مجتمع أبيسي. وفي الأصل أنا ملي كندير لي جروب فوكس على برا في الموان أطلس ما كنلقاش مشكلة فيما يخص درناهم على مدونة الأسرة، ما كنلقاوش مشاكل، حيت مازال ذاك النواة ديال المجتمع الآميسي عند المغاربة. ولهذا أنا كنظن أنه إلا درنا عمل ميداني وقمنا بطريقة جدية بجدية على الإحساس، على نحسوا عباد الله ونقنعوهم في هذا الإطار، أنا كنقول غادي نقدروا ننجحوا
الحريات العامة بسهولة في إطار المجتمع المغربي اللي هو مازال عنده شوية العقلانية في التعامل هو النسبية. ليلى أميلي رئيسة جمعية أيادي حرة، بالنسبة للندوة الصحفية اللي عقدناها اليوم كتمثل في أنه جاية ما نقولش في إطار الاحتفالية ديال 8 مارس، فعلا كاين احتفالية ديال 8 مارس، ولكن في إطار أننا من المدافعات عن الكرامة والحقوق ديال النساء، ومن بين النقاط اللي بانت لنا أساسية وخصنا يعني إلى جانب العنف إلى جانب تزويج القصيرات إلى غيره، كاين موضوع ديال الحضانة. موضوع الحضانة المشكل اللي كاين فيه هو يعني ويحز في النفس هو ما يتعلق بأن الأم المطلقة إذا أرادت أن تتزوج مرة أخرى والابن ديالها فات 7 سنين كيحيدوا لها، ولكن إذا كان معاقا خصو يبقى معاها. حنا كنعتبروا بأن هذا فيه حيف وما فيه وفي يعني تكريس للتمييز ضد النساء، وبالتالي حنا من المطالب ديالنا الأساسية هو تعديل المواد ديال مدونات الأسرة 173، لأن في الشرط الرابع ديالو خص المرأة اللي تزوجات خصها تبقى إلى تزوجات تعطي الأبناء ياخذهم لها الأب. وأيضا في الفصل 175 تا هو فيه في هذه المواد ديالو من ضمنها أنه الابن اللي عنده 7 سنوات ياخذ الأب، ولكن الابن إذا كان معاقا يبقى مع الأم. حنا هاد التفرقة ما بين الأبناء وهاد التمييز وهاد يعني عدم التبعية يحز في الناس، وبالتالي من المطالب ديالنا الأساسية تعديل هاد المواد ديال مدونة الأسرة. وأكثر من هذا حنا بالنسبة لنا داخل الجمعية إلى جانب يعني كناخذوا الجانب القانوني في الترافع في الجانب القانوني غنديروه مع المؤسسات التشريعية سواء مجلس النواب مجلس المستشارين مع الأحزاب. إذا قلت من المطالب ديالنا الأساسية هو التعديل ديال هاد المواد ديال مدونة الأسرة. وأكثر من هذا حنا بالنسبة لنا بما أننا هاد المشروع ما كنخدموش فيه بوحدنا كجمعية ديال في المغرب، كنخدموا في هذا المشروع كجمعيات، كاينه جمعيات جمعية قادرة في تونس، كاينه جمعية تيويزا في الجزائر، كاينه جمعية لبنانية، حنا كاملين هذه الجمعيات لقينا بان هذا المشكل كنقتسموا كاملين بيناتنا. اذا حنا كاين واحد العمل مشترك رغم انه مثلا حنا عندنا مدونة الأسرة وعندهم مدونة الحوار الشخصي، ولكن هذا الفاز هذه فيها اشكال. في حين مثلا في العراق كنلقاو بانه الام واخا تزوج الابن ديالها كيبقى معها، هي دول عربية يعني حدانا ما هضرش انا على اوروبا. كنقولوا كنشوفوا درنا قراءه مقارنه غتلقاوها في الكتيب اللي صدرناه، درنا قراءه مقارنه لقينا بانه في العراق ممكن الابن يبقى مع واخا تزوج. اذا حنا كنقولوا رافه بالام كما قالوا صديقه فندوه، رافه بان هذه الام هذه التي تلده لا يعقل ان تحرم من ابنائها اكثر من هذا الوصايه، اكثر من هذا يعني الحيف، اكثر من هذا تفريقات الابناء اذا كان هناك طفل معاق او غير معاق. للعموم مطلبنا الاساسي وانصاف المراه يعني رأفة بهذه النساء اللي كيولدوا وكيولي عندهم إشكال، وكل وحدة كانت مطلقة تتكون أنها ما يمكنلاش تعاود حياتها من جديد. لماذا؟ والكتيب اللي عطينا لكم في وسط الماضي يعني فيه قصص شهادة حية لنساء لشابات عانين الأمرين، عانين الأمرين فقط لأنها طلقت وبغت تعود حياتها من جديد، ما كيناش آذان صاغية وتحرم يعني هذا الحرمان من أمومتها، يا إما تعود تبني حياتها من جديد يا إما خصها تبقى مع الأطفال وتربيهم، وبعض المرات عندها النفقة بعض المرات ما عندهاش. إذا إنصافا للأم، وكنشكركم بزاف. مطلب الأساسي هو أنه لا للمس بكرامة النساء، لا للعنف، لا للتحرش، لا يعني نقص من كل ما يتعلق بالنساء، لا للمس بكرامة النساء وحقوقهن، ولا لإسقاط الحضانة على الأم المطلقة وإن تزوجت. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.